ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع شخصية الحلقة. وشخصيتنا النهاردة ليها بصمة واضحة جدا في عالم صحافة الحوادث، وممكن نقول عنه أنه ملك صحافة الحوادث ورائد من روادها، هو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود صلاح. والكاتب الصحفي محمود صلاح هو من أشهر محرري الحوادث في مصر، شغل منصب رئيس تحرير أخبار الحوادث، وهو كمان كان واحد من مؤسسيها، خاض العديد من المغامرات الصحفية، كان أبرزها تطهير منطقة البطنية من تجارة المخدرات. تعالوا نتعرف أكتر على رحلة الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح ومشواره في عالم صحافة الحوادث، ونرجع لكم على طول. ملك صحافة الحوادث وشاعر القصة الصحفية الإنسانية هو الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح، صاحب القلم الرشيق ومؤسس جريدة أخبار الحوادث. تخرج صلاح من كلية الإعلام عام 1974 ليلتحق بجريدة أخبار اليوم ويعمل محرراً بقسم الحوادث. بدأت رحلته مع المجد مقدماً في أمتارها الأولى عشرات الخبطات والانفرادات الصحفية، مثل تطهير منطقة البطنية من تجارة المخدرات بعدما انتحل صفة تاجر مخدرات، وأجرى عدداً من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر، مثل خط الصعيد وعزة حنفي إمبراطور النخيلة. أسس محمود صلاح صحيفة أخبار الحوادث التي حقق معها واحداً من أحلامه المهنية، والتي أطلق عليها ابنتي، دموعي وابتسامتي، في مقال شرح فيه كيف أسس هذه الصحيفة ضمن إصدارات مؤسسة أخبار اليوم. لم تتوقف إسهامات ملك صحافة الحوادث عند حدود الجرائد والمجلات، بل أصدر عدة كتب من وحي مسيرته المهنية الحافلة، مثل كتاب أغرب حوادث الدنيا وكتاب أسمهان الليلة الأخيرة وسفاح مصر وحوادث أخرى، بالإضافة إلى كتب أخرى بلغ معها عدد مؤلفاته 10 كتب خلال مسيرته الصحفية. وخلال رحلته الصحفية كانت لمحمود صلاح صولات وجولات مع المرض، وأصبح ضيفاً دائماً عند أطباء القلب والشرايين، حتى دهمته آلام المرض خلال الشهور الأخيرة من حياته، إلى أن وافته المنية في 16 ديسمبر عام 2019 بعد حياة حافلة بالعطاء والسيرة الطيبة.